إله إلا الله محمد رسول الله. حليمة، حليمة أختي الغالية، تعالي أبويا باج سويلم، وليدي سويلم الغالي، تعالوا أبويا باكم تعالوا. دقايق يا أخوي، وإن شاء الله الغدا بيكون ذهب. ما أبغى الغدا باجتي، لسين عندي. إلس 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 أبوي، إلس أبوي الغالي، إلس إلسوا إلسوا الغاليين أنتوا إلسوا. أخوي سمعوا عادة، سلمكم الله، تراني أنا الحين طفت نص الخمسين وقريب على الستين. هو إيش قاعد تكذب علي العلم والجوازات؟ تقول عمرك ثلاثين، كذب مبزين، حرام عليك تكذب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أبوي سويلم الغالي، وليدي وليدي الغالي. خلني أكمل الرمز زين. إن شاء الله كمل. سمعوني يا عيالي الغالين، ترى البني آدم كم بيعيش في الدنيا؟ انتم ممال حشيمة، ممال رمسة، مو بالواحد يرمسكم مثل اوادم، مال يصفعكم طراقات يلي ما تستحون على ويوكم. يا ابوي ليش عصبت؟ اوش زينك، اش حلو كنت صاخ هادي، وانتو تخلون الواحد صاخ وهادي، تخلون الواحد يرمس هادي، حسبي الله عليكم. انتم مال ضرب عصا. يا اخوي هدي هدي عمرك شوي، بحط لك الغداء. اكلي اكلي يا الهوش مالك. ويه أبوك شو بلات محرج؟ يمكن يوعان. حسبي الله عليكم من أهل عشان الحالة. وراي شنو جيهار اليوم واجد؟ أجيب لك بارد وتفي نارك؟ فكري أنت بعد سليم، أنا ما فايق لك فكري. فرعي سامحيني ما اسمع، جلست مكانك انا بس مضايق، ما بعرف ادق براسي وين. لا 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 ما عليه، ما شالك الكرسي يشيلك في عيوني يا ابو سالم عزيز وغالي. الله يسلمك الله يسلمك، ما تقصري. اي خلني اصب لك شاي سنقين يخوز عنك الضيج، ما عاش اللي حرج بك. إلس 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 ان شاء الله. ما تقصرين يا ام اسمع، ما تقصرين. يا الله يا ابو شالحينه، إذا واحد عنده أخت مثل حلوم وولد مثل سلوم، وين ما بيتضايج مثل حلا؟ ما تلام، الله يعينك. أختك ما شاء الله عليها ذيبة، أنا حسلها من لسانها. أنا اللي بعيدة عنها ما سلمت منها، كيف اللي أنت مجاب لها 24 ساعة ويه بويه؟ يا بنت الحلال أنا ميلسنهم بالهدو. إيه برمسهم بشاورهم، أقول لهم بسير الحج، ما سوولي سالفة. ما شاء الله بسير الحج. ايه بسير الحج يا ام اسماء، الله يتقبل منك. وان شاء الله الحملة اللي بسير وياها زينة، ترى اصحاب الحملات يا كثرهم نصابين. الله اكبر يا ام اسماء، حتى في الحج نصابين. اوه انت تحيد رايلي الاولي. ايه ايه كانت عنده حملة وكانت تكلمني عنهم. زي يا ام اسماء انا الحين شقايلة اعرف منو منهم النصاب ومنو منهم الزين. أنا أدليك على حملة ينقال لها حملة أبو ناصر، سير عنده، كان شريك رايلي وبوصي عليك. الله يسلمك الله يخليك، واسمع ما تقصرين دومك راح تواجه. تستاهل تستاهل. إن شاء الله نوصلت هناك على يمين، أدعي لك تحت مرزاب الرحمة. إيه دعي لي، محتاجة محتاجة تدعي لي. ما بعرف شو أسوي من الفرحة. جزاك الله خير. وين أسير؟ برايك وين ما تبي؟ إن شاء الله. إيه في مالها. مع السلامة. تحليلك يا حليلك يا فرع يا حليلك، الله يعطيني مثل ما الله عطاك يا الله. آمين. وابوي وابوي بيخبل فيني هذا خبل. يا ريال وش تبر وش تبر رمسة الحريم؟ لا تسمع، انا اسمع اقول لك، اسمع مني اخوك، انا ترى اسمع مني. قول ابو عبد الله قول. صدقني مالك الا حملة ابو علي. يا ربي بشلونك على على جفوف الرح هكذا هكذا هكذا. يا سلام يا سلام، سرت وياهم؟ ها والله عاد يا اخوي انا ما سرت وياهم عشان ما اكون كذاب يعني، لكني انا لست يا ابو علي. يا الله يا الله اسمع ذاك المديح وذاك الوصف. يا ربي يا ربي ليش ما شيء برازي وقعدت اشاور عمري اني اسيل الحج مره ثانيه. ما شاء الله. زين الحين شو اخير، حمله ابو علي ولا ابو ناصر؟
وابو يا بيخبل فيني هذا خبل يا ربي وش هتخنبقان هذا تراني يا... عيشتك يا ابو عبد الله بلاك انت كذي استنى صبر يا ابوي لا تقول لي حملت ترى بعرف انا السالفه وما فيها انا بقول لك السالفه قول يلا يا ربي حملة ابو علي شارين هايك الباصات الجديدة يا ريال ها. الباص مني لين هناك يا ريال تقول تقول بحر ما شاء الله اشرح ومرح وبرح والعب كيفك ويلس في الباص تقول مرة كأنك ياس في البيت لا حشرة ولا قرقعان ليلى هين عن وابوي وابوي لا والكراسي يا الله يا الله يا الكراسي ها هاي يلسد في الكراسي تقول كنفات يا ريال ما شاء الله ما شاء الله وعلى يمينك ها على يمينك شي دقمة التك التكمة هاي هي. يتحول الكرسي لشبريه ابو عبد الله هي ابو عبد الله انت ريال مصلي ادري تركب هذه ها ايش كان ما تركب وابوي كرسي هي كرسي ينجلب شبريه وابوي ينجلب شبريه نعم لا وبس يدك بعد يا ربي ها. يا ربي يقول لك الباصات هاي عزك الله وعز السامعين في حمامات داخل ما شاء الله هي والدريول من يركب بس ويحط السويتش ويدق سلف ها ما يوقف الا مكه ما شاء الله هي على الحدود ما توقفون مشالين اوراقكم وجوازاتكم وكل شيء مجهزينه قبل هي نعم انت بس اللي تمر الحدود شال اوراقكم روح لا اله الا الله محمد رسول الله بسير بسير ولا لا انا خلاص خلاص يا ابو عبد الله عزمت اسير يا ابو علي بس عيل تم بلا محرج ما ادري بس الي انا اساله شو مينونه بيده خيزران معصب لا ما اقدر ها كله من سلوم انت شو مسوي والله العظيم ما سويت شيء بس وما ادري ليش محرج اسمعوني عادل انا بقول شيء مهم وان واحد فيكم نطق بحرف لو اسد عليه بهذه الخيزرانه وخليها تغني على ظهرها مثل ما يغني ابن زويد مواويله أنا قررت أسير الحج بإذن الله إن شاء الله وباكر بأسير ويا أبو عبد الله بندفع عربون الحملة أنا باكم سامحوني وتحللوني على كل اللي سويته وياكم ولدي سالم أنا أدري بكتبة تشتري موت أريدية بس البيزات أبوك بيحج فيها لا أبوي الحج أولى سيارة لاحقين عليها جزاك الله خير أختي حلوم أنا دوم أقول عنك عانس وكرفة وما حد يبات من الريايل وطايح في جبودنا بس ما عليه سامحيني يا أختي يا أخوي أنت أخوي السح دح يا خوي مسموح مسموح انت خوي العود وتمون علي حتى لو بتذبحني في السجين مسموح اختي شمسة امر اخوي امر انا دوم اقول عن عيالك شياطين وما دانيهم واروهم من البيت بس سامحيني عاد مسموح اخوي مسموح عيالي هم عيالك وانت خالهم ومحسبة عيالك هب مشكلات الحمد لله الحمد لله أنكم سامحتوني وخليتوني أسير بيت الله وأنا نظيف من ذنوبكم بلتقط العصا مالي أحين أنا طايحة في كبدة الله يرحم هاك الزمان يوم تستر عليه يشرد من المطوعة ويصير يلعب هناك على السيفة والصبيان عيل أنا كل مرة أترجى وأصيح أقول الله يخليك يا أبوي سيارتي خربانة سيارتي قديمة ما تنفع كل يوم من قراج لين قراج ويقول لا ما عندي بيزات ما عندي البيزات الحين وين طلعت له الناس يوم يشوفوا لي هالي يستانسون يلعبون وياهم يلعبونهم إلا أنا يوم يشوف عيالي كله يقولهم الشياطين الشياطين ويضربهم الشياطين والشياطين عادي انت عيالي صدق شياطين ها؟ مع السلامة مع السلامة بلاها متناثرة ومثل اللي تيال صكيت يقولون مطرش علي هي شحالك دبوس
الحمد لله الحمد لله. زين سلمك الله، هذا الواير لقيته في السكه طايح، ما ادري منو فارنه. قلت زين بينفعني حق البحر اربط بالقراقير. سلمك الله عاد انا بسير الحج. ما شاء الله تستاهل تستاهل، انت ذريه صالحه. الله يسلمك يا دبوس، عاد انا سلمك الله باك سامحني لان دوم اذيك وكفاك وكسر العديد وكسر طبولك ونازعك واشرخ عليك عصي واقول لك لا تدق زار. سامحني عشان تبرني يوم اسير بيت الله. عفا عليك اخوي عفا عليك، انا مسامحنك دنيا واخره. تصدق اخوي حتى انا ما شاء الله علي ودرت هاي الامور، طبول وهاي كلها ودرتها. ما شاء الله، اي الحين الدبوس من وين تترزق؟ سويت فرقة عياله ونوبان وهبان. زين النوبان والهبان والعياله زين. حتسلمك الله، انا عاد ابغاك تسامحني تراني وايد اذيتك. سامحنك اخوي دنيا واخره اقول لك. هي بس انا ابغاك تسامحني عن اللي سويته قبل وعن اللي بسويها الحين. شو بتسوي؟ دوك اللي ما يفتح على وجهك، متى بسوق عن هالفعل؟ ها؟ جذاب، يجمع خلق الله وداس عليهم، متى تتأدب ها؟ أمك ما تشوفني تشتكي لي مين؟ أنا أبوك تدق على راس ليل ونهار من هالطفوف، الحرمة ما برايك ترتاح في بيته، يا الهيس. يا ربي اسمك بلشتني يا ابو عبد الله ويا مطوعك هذا، يعني انا ما اقدر اتسلف من حد وسيله الحج. حصه يلا قلت حصه، اسميني ما سمعت هالاسم من زمان، عافانا الله كلهم عابدين علي الا حصوه حصوه شني اصغر عيالهم. انا فري قلت لك حصه. امر حصه سلمك الله، انا ناوي اسير الحج. هي ادري ودي ما خبرتني. عاد انا أباك تسامحيني لأن ما يستوي أسير الحج وأنا شال يعني ظالم حد. تدرين أنا يمكن في يوم فلعتك بمل ضربتك رغتك من البيت الله أعلم. هي وانت قصرت فيني، دومك عافانا الله هالأشياء مسوينها. زين عاد سامحيني ترى بسير بيت الله، ما بزين شال ذنوبك وأنا ساير هناك. والله كان تباني عاد إني أنا أسامحك، قرقش مخباك أبويا. حسبي الله عليك يا حصو، حسبي الله عليك، انا ابوك حتى في السمو حتى ما ينبسط. ترى شوف اذا ما سامحتك بتمدي عليك لين يوم الدين. لا 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 تخيلك تخيلك، انا بصير اجابر ربي. اسمعيني انا بعطيك 50 ربيه اعتبريهن صدقه لانك انت محتاجه وشحته. زين خليهن 100، ترى شوف اذا ما خليتن 100 بتنطشون في خاطري عليك. من 50 قلت لك 100 ما غير، هن 50 عيال بدعي عليك لين يوم الدين ان الله مو ما يوفقك. لا 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 تخيلك الداعين علي وانا ساير بيت الله نفاد. هاي 50 صاروا 100. زين تي اباك الحين بدعي لك بكل خير. قولي سير يا فري. امين يا ولد ام فري. امين يا ولد الخن. امين عسى ربي يوفقك. امين دنيا واخره. امين الف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. امين. ساير الحج انا ما بعرس، حسبي الله عليك. نسيت اي حج يلا الله يوفقك ابويا. عيلي ها ان شاء الله. الله الله عبد المسابيح ومي زمزم ان شاء الله. حسبي الله عليك، استغفر الله العظيم. هذا بعد هنا؟ ايه اخوي بالراب عليه وحليله فقير، مو برايم يمشي، تراك كسحته. خليه يتأدب يكون ما يأدي امه، انا ابوي دقدق عليها طبول ليل ونهار. اخوي دبوس لبيك ما علي عاده، اخوك انا سامحني. انا مسامحنك دنيا واخره، ما عليك مني لو تشوفني اتويع يلا واون. حتى اسال اختي قلت لها زين اخوك يوم سوى في كذا علشان اتأتب ويوز، حتى قلت لها اعطيني قطعه من الواير
حقه علشان اربطه في رقبتي يوم دي بتصير حق الطبل اشوف الواير دي ما تصير صوب الطبل مو مليه زي السلام عليكم. عليكم السلام. ابوي وصلتك الاخبار ولا ما وصلتك؟ لا شو اخباره؟ يقول لك الوزاره بيوزعون بيزات حق الصيادين المواطنين. ايش ترى؟ اكو مكتوب هنا. لا اله الا الله، سمعت اختي حلو. ايه ربك الله فرجها من نويه الحج الله سهل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلا يا عيال أنا ساير عنكم. حليمة أختي وادري عنك السوالف والضرايب يا وديمة، ها لو سمعتي منها أي رمس براي خليها صخي. وانتي أختي شمسة أمر أخوي ديري بالك على عيالك، لا تخلينهم يهتون في الشوارع يسرقون سياك الخلق الله. إن شاء الله أخوي إن شاء الله. سويلم جابر دروسك أبوي، ادرس ادرس لا تلتهي ويا المسجل. إن شاء الله. ولا حفلي طرات لا تنسى. إن شاء الله إن شاء الله. أبوي أدريبك أدريبك، أول مرة أسافر عنكم أبضاري تفارقني، بس ما علي يا ولدي تريال عود تريال البيت. لا ابوي الكنديشه في حجرتي ما يبرد، فقلت انا برقد في حجرتك لين انت ما ترد، شو رايك؟ يا حرام حد دخل حجرتي لا علقه في البنكه، سمعتني؟ فري انت عاد عارفك انا ما تمين تحاتيني، لا تقولين اخاف اخوي فري يضيع بالحج، لا تخافين اخوك فطين يا شمسه. لا اخوي فري بغيت اقول لك ريلي يبا يصير الحداق ويا ربعه ويبا طرادك. يوم بسوي سياحي قولي لي خلي يصير هو وربعه فيه. ها فري فري يا اخوي الحقني يا فري حليمة. الحقني يا اخوي الله يغفر ادريبك انت القلب العود اللي ما يصبر عن اخوك اللي تاكليني وتشربيني يا دريبك. فري العقني يا اخوي الصخله مالي ضعفان ميوت ما ادري ايش استوابها، لا تاكل لا تشرب الحليب ما ادري ايش اسوي يا اخوي. انا بقول لك ايش تسوي. ها يا اخوي قول. بحيها وعقيها في الفريزر ويوم برد من الحج باكلها. لا 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 في مال لا ارفع فوق 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 ابا الناس كلها تشوفه وتعرف ان فري صار الحج. احنا نبغى اعرف انت ليش مستعيله بخلتني اعلق العلم من اليوم وبعد ما يا اباهم كلهم يشوفون العلم عسى بيوم بي ان شاء الله فري بالسلامه يجون يسلمون عليه. هي هي ماما هي هي هذا حس دبوس. هي صوت وصل. اللي بايع عمره وقاطعني منو هذه؟ انا يا اخوي انا. انت تعب انت خبله مينونه ولا عبارك طايره؟ ها خبريني انت تبايع حد منهم الحين يطلع لك منه ويلتك كف على وجهك لين ما يحس بوزك ويخليك كن بريقع مال سنه. عميد ابوس يعني الحين علشان ابوي سافر انت ياي وبدك زار في بيتنا تشوف؟ سمعت الله ابوي ابوي جابوك منو؟ هولاكو تراكم انتم اللي زاقريني. منو زقك؟ منو زقك؟ ما حد زقك. أنا أبو تراكم معلقين النشرة وأنا يوم شفتها عرفت إنكم تبغوني، فعلشان كذا لبيت الندى ويتكم. إحنا حاطين هذه النشرة العلم هذا حاطينه بس علشان أبوي بيرجع من الحج ما علشان الزار مالك. آها أسميها سالفة. يعني كذا الحين لازم نحن نغير العلم مالنا ونسويه وردي.
ليش الكفر يا هول مخيط من البيت؟ هذا صغير 12 انا عيد بقى وكبير يدفع درهم. اخذ على الصغير نص درهم. 12 انا ازيد من نص درهم. يا مكثر الناس شوف. الحين ابوي انا وين بحصل بين هذي كلهم؟ اي واحد هو؟ ابوك اقصر واحد تلقاه، يعني وين بتحصله؟ صبر صبر انا بطالع وبقول لك هذا صبر صبر. اي واحد؟ خالي منه؟ لا 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 صبر. اي واحد ورا هصو انت قدارك كبير هذا ما يشوف يشوف هذا عدمي ما بين مليون واحد ضحك دحه حينه ما تبغى غيرها خوي فري فري يا خوي الحمد لله على السلامه يا فري الحمد لله على السلامه حج مبرور سعي مشكور ان شاء الله الحمد لله على السلامه يا فري يلا فري ايش حق رديت الحج بعد ما خلص هلكت هلكت يا ام اسمع الحق علي هلكت ودونا في بصات كلها خربه وقفت علينا في البر يا ام اسمع وقفت 12 يوم لا اكلنا ولا شربنا لا توبنا لو ما العيايز عطونا مريض كان هلكنا متنا حسبي الله على من شار علي بالحمله وعبد الله حسبي الله عليك يا مسود الوجه